بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالأخوة الكرام مرة أخرى إلى كتاب يلي غي كومبخوند ونستأنف مع لو جورنال دو بوسيني سويت. إذا كما رأينا فيما سبق، إذا كنا قد توقفنا عند الفقرة الثانية. فوالا سو ني با تخي بو سي فريمون سي فوي مون ديسا أن نو سوغي با كونتونت أن سو متا بلوري أو بيان إل موغريفري أفيك سي زونغل بوانتي أو بيان إل موغريفري أفيك سي زونغل بوانتي إي كو ولي فو فار كونت أون بوتيت في دو ساتان في فو باتر Les garçons des mamans, ça ne doit pas frapper les filles. Heureusement, cela n'arrive pas souvent. Frimoussette aime bien jouer avec moi. Elle apporte une caisse pleine de jouets. Des balles, des perles, des dominos, des ours, des poupées avec des petits vêtements que l'on peut changer. Heureusement, les Houstin Had, Aksoua, malheureusement, yani les sous il had. Heureusement, يعني لسوء الحظ. Il est heureux. يعني هو فرح. في المؤنث نقول elle est heureuse. هي فرحة. إذن هنا عندنا heureusement. كما نقول لحسن الحظ. Cela n'arrive pas souvent. هذا يعني هذا الذي ذكرنا فيما سبق إلى غير ذلك من هاد المشادات. إذن cela n'arrive pas souvent. إذن هذا لا يحصل كثيرا لحسن الحظ. Heureusement, cela n'arrive pas souvent. طبعا كما ذكرنا فيما سابق لو فيرب اغيبي يعني فعل وصل ولكن ممكن انه يعني ايضا حصل سولا ناغيف با سوفون اذا هذا لا يحدث سوفون في الغالب اذا من حسن الحظ ان هذا الامر من المشادات التي ذكرنا مع فريموسيت انه لا يحدث كثيرا اذا اوغوزمون سولا ناغيف با سوفون فريموسيت ان بي جوي افيك مو اذا فريموسيت انها تحب بشكل كبير Jouer avec moi, أن تلعب معي, اللعب معي. Jouer avec moi. Frimoussette aime bien jouer avec moi. Frimoussette aime bien jouer avec moi. إذا Frimoussette أن في الحقيقة أن تحب كثيرا اللعب معي. Elle a pourtant une caisse pleine de jouets. هي عندها مع ذلك. Elle a pourtant هي مع ذلك عندها. طبعا تنشوفوا هنا عندنا avoir. Elle a une caisse. ما قلناش هنا مثلا il a mangé هي اكلت لان في هذه الحاله غيكون عندنا افوار متبوع بلو بارتيسيباسي ديال واحد الفعل اخر وفي هذه الحاله غيكون هاد افوار فقط مساعد لكن هنا كما تلاحظوا بان هاد افوار اللي عندنا نقول جات يا ال ا او il a في حاله مذكر nous avons vous avez ils ont هذا هو افوار اللي عندنا تيتبدل على حسب الضمير إذا هاد أفواغ هذا إلا كان بعد منه اسم تفيد الملكية ال أ إن كاس هي تملك صندوقا صح التعبير هي تملك صندوقا ال أ إن كاس إذا هي عندها صندوق إلا إن كاس بلان دو جوي إذا هي عندها صندوق بلان مليء مملوء دو جوي بالألعاب الأشياء التي تلعب بها تسمى جوي مثلا دي بال هناك كرات دي بيرل ان بيرل المقصود بها لؤلؤه اذا هنا عندنا دي بيرل عندها لآلئ دي دومينو اذا نتكلم عن مربعات دومينو العاب دومينو دي زورس هناك دبابه صغيره كما عندنا في الصوره هنا دبابه دي بوبي عندنا دوميات افيك دي بوتي فيتمون مع ملابس صغيره كلهم بشونجي والتي يمكننا تغييرها كلهم بشونجي والتي يمكننا تغييرها إذن heureusement cela n'arrive pas souvent Frimoussette aime bien jouer avec moi elle apporte une caisse pleine de jouets les balles des balles il y en a des balles des perles des dominos des ours des poupées avec des petits vêtements que l'on peut changer pour le quatrième paragraphe mais elle préfère jouer aux soldats avec moi on montait sur ma bicyclette au faire marcher mon train électrique et ce moment Mon train ne marche plus, la locomotive est cassée. Il lui manque une roue. Papa m'a promis de la réparer. Mais il n'a jamais le temps de le faire. إذا طبعا كما تلاحظوا هنا بأن هذه كلها من كتابات هذا الطفل التي يقرأها صديقه طبعا. هذا الصديق طبعا هو الوحيد الذي يتركه يطلع على هاد الأمور. كما تلاحظوا هنا عندنا لو جورنال دو بوسيني. إذا نتكلم عن يوميات بوسيني
إذا طبعا هذا الذي نقرأه هنا هو من يومية بوسيني والتي يقرأها صديقه كما قلنا. إذا كما قلنا ما إل بريفير جوي أو سولدا، ولكن ما هي؟ نتكلم عن أختي فريموسيت. ما إل بريفير جوي أو سولدا، ولكن هي تفضل جوي اللعبة أو سولدا بالجنود. بالجنود، إذا هي تفضل اللعبة معه بالجنود بدل اللعبة مثلا بألعاب البنات. ما إل بريفير، ولكن هي تفضل، نقول مثلا جو بريفير سوبا، أنا أفضل هذه الوجبة. ما إل بريفير جو سولدا، ولكن هي تفضل اللعبة بالجنود. ما إل بريفير جو سولدا، ولكن هي تفضل اللعبة بالجنود افيك موا، معي أنا. إذا مع أخيها بوسيني، أومونتي سور ما بيسيكليت، وتفضل أيضا أو تفضل الصعود سور ما بيسيكليت. سور ما بيسيكليت فوق دراجتي. أو فيغ مارشي مون تخا إلكتريك، أو أنها تفضل أيضا تعمل على تسيير مون تخا إلكتريك قطاري الكهربائي. أون سو مومون وفي هذه اللحظة مون تخا نو مارش بلي، كما نقول هنا قطاري نو مارش بلي أنه لا يمشي. تنعرفوا بأن لو فيغ مارشي هذا فعل تمشى. أحيانا نستعمل لو فيغ مارشي لنعبر عن شيء نقول عنه بأنه يعمل أو لا يعمل. نقول مثلا ما مونتخ نو مارش بلي، يعني أن ساعتي لم تعد تعمل. إذا هنا عندنا أون سو مومون وفي هذه اللحظة مونتخ قطاري الصغير نو مارش بلي أنه لا يعمل. ما إل بريفير جوي أو سولدا أفيك موا، أو مونتي سو ما بيسيكليت، أو تصعد فوق دراجتي. أو فيغ مارشي مونتخ إلكتريك، أو فيغ مارشي مونتخ إلكتريك، أو تعمل على مشي. كما نقول مشي مونتخ إلكتريك قطاري الكهربائي، أنها تجعله يسير. أون سو مومون، ولكن في هذه اللحظة مونتخ نو مارش بلي، أن قطاري لا يسير. لا لوكوموتيف إكاسي، طبعا لا لوكوموتيف المقصود بها القاطرة، هي التي تجر القطار، تسمى لا لوكوموتيف القاطرة. إكاسي هي تكسرت، وبالتالي فإن القطار لم يسير. لم يعمل. لا لوكوموتيف اي كاسي، إلوي مونك إن غو، تنقص عجلة. إلوي مونك إن غو، إلوي مونك إن غو، هي تنقصها عجلة. القاطرة الصغيرة التي تكسرت تنقص عجلة. بابا ما برومي دو لا ريباري، بابا ما برومي دو لا ريباري، إذن أبي ما برومي، ما برومي. طبعا هنا عندنا لو فيغ بروميتر، هنا عندنا لو فيغ بروميتر فعل وعدة كما ذكرنا فيما سبق، ومن مثلا كلمة لا بروميس يعني الوعد أو العهد. بابا ما برومي يعني أبي وعدني، أبي وعدني. بابا ما برومي وعده بماذا؟ دو لا ريباري، وعدني بإصلاحها. إذن أبي وعدني بإصلاح القاطرة التي تكسرت وفقدت إحدى عجلاتها. بابا ما برومي دو لا ريباري، ما إلنا با لو طون دو لو فيغ، ولكن هو ليس عنده، ما إلنا جامي لو طون دو لو فيغ، ما عندناش هنا، ما إلنا با لو طون، هو ليس عنده الوقت، هو ليس عنده الوقت بالمرة، ما إلنا جامي لو طون، هو لم يكن عنده قط وقت دو لو فيغ، لفعله، المقصود لفعل هاد الإصلاح. إذا بابا ما برومي دو لا ريباري، بابا ما برومي دو لا ريباري، أبي وعدني بإصلاحها، بإصلاح القاطرة، ما إن جامي لو طون دو لو فيغ، ولكن هو لم يكن عنده قط وقت دو لو فيغ، لفعله، لفعل هاد الأمر، لفعل هاد الإصلاح. ما إل بريفير جوي أو سولدا، ما إل بريفير جوي أو سولدا أفيك موا، أي مونتي سور ما بيسيكليت، أو فيغ مارشي مونتخا إلكتخيك، أون سو مومون مونتخا نو مارش بلي. La locomotive est cassée, il lui manque une roue. Papa m'a promis de la réparer, mais il n'a jamais le temps de le faire. Thomas, hier, Frimosette a pris mes patins à roulettes. Hier, Frimosette a pris mes patins à roulettes en cachette. En cachette. Hier, Frimosette a pris mes patins à roulettes en cachette. Elle les a attachés à ses pieds et elle a commencé.
elle a commencé à rouler, mais le plus difficile, c'est de s'arrêter. Elle ne savait pas. Elle a eu peur. S'est mise à crier. Et boum, la voilà par terre. Tu as un garçon manqué, lui dit grand-père, en riant. Hier, Frémosette a pris mes patins à roulette. Et d'un bel ams, Frémosette a pris. Et d'un Frémosette a achadat mes patins à roulette. Et d'un achadat mes patins à roulette. التي تضع في رجلها طبعا. طبعا نتكلم هنا عن أداة للتزلج، ومنها مثلا كلمات لو باتيناج كانوا نتكلم عن التزلج أو التزحلق. هي فريموسيت أبخي مي بات أغولات، هي فريموسيت أبخي مي بات أغولات. إذا نتكلم عن فريموسيت أن أخذت مي بات، كانوا نتكلم عن أداة التزلج أو التزحلق. أغولات كما نقول بعجلات، أغولات كما نقول بعجلات. إذن بعجلات صغيرة. أون كاشيت، إذن هي أخذت هاد الرولات، أخذت أداة التزلج الصغيرة الخاصة ب بوسيني. أون كاشيت، أخذتها خفية. أون كاشيت كما نقول بالتخفي. إليزا أتاشي أسيبي، إذن هي ربطتها برجليها. إليزا أتاشي، طبعا هنا عندنا الغيب أتاشي كونجيغي أو باسي كومبوزي، كما تلاحظوا أن مصرح مع الباسي كومبوزي. في هاد الحالة استعملنا l'auxiliaire avoir لان ماشي هي اللي تربطات. اذا قلنا مثلا elle est attachée، اذا هي ربطت، ولكن عندنا elle a attaché، هي ربطت شيء اخر. لذلك صرفنا الفعل هنا مع l'auxiliaire avoir. elle les a attachés، اذا هي ربطتهم، هم هي هاد اللي عندنا هنا. elle les a attachés، هي ربطتهم à ses pieds، à ses pieds برجليها. اذا هي ربطت هاد لي بات أغولات، ربطتها برجليها. إل ليزا أتاشي أ سي بي، أ سي بي. ثم إل أ كومونسي أغولي، إل أ كومونسي أغولي. إذن هي بدأت، هنا عندنا الفيرب كومونسي دو لا ميم فاسون كو جي أو باسي كومبوزي. إذن كوم نو فويو أون إيسي لوكسيليير أفواغ دو لا ميم فاسون كوم الفيرب أتاشي. إل أ كومونسي، ثم هي بدأت أغولي في التدحرج. بدأت في التدحرج على هاد الرولات. مي لو بلو ديفيسيل، مي لو بلو ديفيسيل، ولكن الأكثر صعوبة في هاد اللعبة. مي لو بلو ديفيسيل سي دو ساغاتي، هو التوقف. في بداية الأمر تكون الأمور سهلة، لكن عند التوقف يكون صعب. لكن التوقف هو الصعب. إذا مي لو بلو ديفيسيل سي دو ساغاتي، ولكن الأكثر صعوبة هو التوقف. إي نو سافي با، هي لا تعرف، هي لم تكن تعرف. كما تلاحظون عندنا الغير سافوار مصرف لامبارفي، مي نو سافي با، ولكن هي لا تعرف. إلا إي بوغ، إذا هي كان عندها خوف. إلا إي بوغ، طبعا لا بوغ المقصود به الخوف. عندنا لو فيرب أفوار كونجيكي أو باسي كومبوزي، هنا عندنا أفوار مصرف في لو باسي كومبوزي. هادي إي، هادي إي سي لو بارتيسيباسي دو فيرب أفوار. إلا إي إذا هي كان عندها خوف، هي كانت تخاف. سي ميز أكريي، ثم بدأت في الصراخ، ثم بدأت في الصراخ. سي ميز أكريي، تنتكلم على سوميتر أ، أخذ في، بدأ في، إلى غير ذلك. سي ميز أكريي، إذا هي بدأت في الصراخ. إي بوم، ثم نسمع صوت. لا فوالا باغ تيغ، ها هي على الأرض، المقصود بأنها سقطت على الأرض. La voilà par terre. Tu es un garçon manqué, lui dit grand-père en riant. Un petit طفل ناقص كما نقول، lui a dit grand-père en riant. قال لها جدي ضاحكا. إذا يقول لها أنت كطفل فقط تنقصك أمور. أسويفا للمتابعة. طبعا في الفقرة القادمة إن شاء الله نستأنف مع ما تبقى. إلى ذلكم الحين حياكم الله، وإلى لقاء قادم بإذن الله.